ان العقل يعني البشر في ذلك الوقت رحبوا بهذه الفكره، يعني كانت يعني لم يكن لديهم بديلا عنها، وكان من الممكن ان يستقبلوها، ولكن لم يكن هناك فكره الجامعه الاسلاميه ما اي دوله اخرى تحملها، يعني لانه الدوله الوحيده التي كان ممكن ان تستفيد منها هي تركيا باعتبارها جامعه اسلاميه سنيه، يعني الجامعه الاسلاميه باعتبارها فكره سنيه اساسا، لانه ايران في ذلك الوقت كانت وما تزال دوله شيعيه في اكثريه السكان يعني في ذلك الوقت، وبالتالي لم يكن جمال الدين الافغاني يعنيها، على الرغم من ان جمال الدين الافغاني نفسه كان شيعيا من افغانستان. ولكن تركيا يعني اذا جمال الدين الافغاني يريد من المريض ان يحمل هم الجميع، يعني الدولة العثمانية التي هي مريضة وغير قادرة على حل مشكلاتها والتصدي لمشكلات والتحديات الغربية سواء في الشرق الأوسط أو في مناطق البلقان وحروبها في اليونان وما إلى ذلك، هي نفسها غير قادرة على حماية نفسها، فكيف تستطيع أن تحمل مثل هذه الفكرة؟ لأنه هي بالأساس كان فكرة قصد بها مواجهة التحديات الخارجية. ومع ذلك حاول السلطان عبد الحميد الثاني أن ينصب نفسه خليفة للمسلمين وأن يعني يعتبر نفسه صاحب الحق في الجامعة الإسلامية، ولكن مع ذلك لم يجد السلطان عبد الحميد أذنا صاغية من أي من الحكام الذين كانوا يعني في ذلك الوقت خاضعين بصورة أو بأخرى للتاج البريطاني، ولذلك ذهبت الفكرة أدراج الرياح إلى أن ولي على العرش فؤاد الأول في مصر، وحاول هو الآخر بدوره أن ينصب نفسه خليفة للمسلمين وأن يتخذ من فكرة الجامعة الإسلامية أساسا إيديولوجيا لمملكته، ولكن وكان يعني المفكر السوري الأصولي محمد رشيد رضا هو يعني أكبر داعم ومبرر لفكرة الجامعة الإسلامية وحق الملك فؤاد فيها، ولكن الحقيقة الفكرة أثبتت عدم جدواها، ورشيد رضا نفسه انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد سنة واحدة من وصول فؤاد الأول إلى العرش المصري، وبالتالي ضاعت الفكرة، وكان علينا أن ننتظر بضع سنوات 10 سنوات أو أقل من ذلك بقليل لتنشأ جمعية الشبان المسلمين التي أنشأها حسن البنا ووضعت الأساس لجماعة الإخوان المسلمين والحركة الإسلامية في صورتها الجديدة التي لم يعني تجد ولم تلقى الكثير من العناية، ويعني هناك كثير من النقاش حول مصادرها ومن يدعمها، وهذا بهذا بحث آخر. المهم أن فكرة الجامعة الإسلامية لم تثمر في شيء، فكان من الطبيعي أنه أن يلجأ المفكرون العرب وخاصة السوريون والعراقيون إلى فكرة القومية العربية أو الجامعة العربية، وأقاموا هذه الدول يعني اتخذت هذه الدول من القومية العربية هوية لها، يعني سواء سوريا أو العراق أو فلسطين أو حتى الأقطار الأخرى، لأنه تعرف المغرب العربي كان هذا مناطق نفوذ فرنسية، فنحن كنا واقعين ضمن نطاق النفوذ البريطاني. إذن اتخذ المفكرون العرب فكرة القومية العربية أساساً لبناء هوية جديدة تمكن من الانفصال عن العثمانية، علماً بأن فكرة القومية العربية أصلاً ولدت أيضاً تقريباً في نفس الوقت الذي ولدت فيه فكرة الجامعة الإسلامية في منتصف القرن 19، وكانت سلاحاً فعالاً في يد الأدباء
والمفكرين والمصلحين للتصدي لعمليات التتريك والعثمنة ومد العرب مسيحيين ومسلمين بوعي قومي ضمن لهم الإحساس بذواتهم وبقدر من التمايز عن الدولة العثمانية. فلما جاءت نتائج سايكس بيكو كان الوعي العربي مؤهلا وجاهزا لأن يقبل بفكرة القومية العربية باعتبارها فكرة جامعة أو باعتبارها مصدرا للهوية. الآن هذه الفكرة قامت من حيث المبدأ بدور التجميع والتحشيد، ولكن المشكلة كان فيها عيب أساسي وما زال، وربما يعني الفلاسفة القومية العربية أنفسهم لم يتمكنوا من تطويرها لكي تستطيع أن تكون فكرة أكثر عصرية. ما هو عيب فكرة القومية العربية؟ عيبها أنها فكرة تجد جذورها في الماضي، يعني هي لا تتعامل مع الحاضر، هي تتعامل مع الماضي، أنه الشعب العربي يوحد بينه التاريخ المشترك واللغة والدين والثقافة المشتركة والعادات والتقاليد، لكن هذا كله يتغير، هذا كله، هذه العناصر الثقافية كلها لا تثبت على حال، هي دائما في حال التغير. وبالتالي العناصر اللي فلاسفة القومية العربية تخيلوا أنها تستطيع أن تكون مصدرا للهوية لم تقم بهذا الدور، لأن الإنسان والحياة الاجتماعية هي في صيرورة وفي تغير دائم، وبالتالي ظلت فكرة القومية العربية فكرة ماضوية إنجاز التعبير، أي فكرة أقرب إلى الماضي منها إلى أن تكون فكرة فعالة لإنتاج جديد في الحاضر. ومن هنا ظهرت دوما الأزمات التي لم نستطع التخلص منها في الخطابات التي أنتجتها الأحزاب السورية على سبيل المثال ابتداء من عام 20 على الأقل 1920 وحتى يومنا هذا تقريبا. وتعلمون أن نشأ عشرات الأحزاب، من يقرأ التاريخ السياسي في سوريا سيكتشف أن هناك عشرات الأحزاب وكثير منها ادعى أنها أحزاب قومية، معظمها كان يدعي أنها أحزاب قومية يعني. وهناك طبعا الحزب الشيوعي كان اللي يعني يسير في خط المغاير، وإلى أن تبلورت يعني صار حزب البعث هو الوريث لفكرة القومية العربية بصورة أساسية في الأربعينات، في نهاية الأربعينات من خلال التوحيد بين البعث العربي والعربي الاشتراكي إكرام الحوراني وميشيل عفلق وهذه المجموعة. لا، هذه الفكرة اللي في النهاية أصبحت هي الفكرة السورية الأساسية في الخمسينات، يعني وخاصة مع انتصار فكرة الوحدة مع مصر. ففكرة الوحدة مع مصر أدت إلى إلغاء الديمقراطية السورية التي كانت ناشئة وكانت يعني ربما كانت هي الأمل في ذلك الوقت، لأن يتمكن الناس من الدخول في حوارات حرة تمكنهم من أن يطوروا مفهوم الهوية وأن يعمقوا هذا المفهوم على نحو يجعل منه مفهوما عصريا وقادرا على أن يتجاوز فكرة المقومات، لأن الهوية كما تصورها فلاسفة القومية العربية هي كيان ثابت، هي مجموعة من المقومات غير الموجودة في الماضي والتي لم يستطيعوا أن يطوروها أو أن يغيروها. وبالتالي اكتمال حلقات جمود هذه النظرية اكتمل مع توحيد مصر سوريا مع مصر أو ابتلاع مصر لسوريا وسيادة الفكر الناصري اللي هو بدوره نسخة من نسخ الفكر القومي العربي الذي أيضا يقيم مفهوم الهوية على فكرة على أفكار
قائمة في الماضي أكثر من كونها قائمة في الحاضر، على الرغم من أن عبد الناصر قدم إصلاحات اجتماعية كثيرة، ولكنه لم يستطع أن يجد أي توفيق بين القومية العربية وبين الديمقراطية، وبالتالي ضاعت القومية العربية في غياهب السجون التي يعني أودع فيها عبد الناصر المخالفين والمعارضين من كل التيارات والأحزاب في سوريا وفي مصر، إلى أن حدث الانفصال واستولى الجيش السوري على السلطة، وظلت الفكرة البعثية الفكرة القومية العربية مهيمنة حتى الثورة السورية، وزادت هذه الفكرة ظلامية وزادت غموضا. وإذا كان في مجموعة من المقومات في فكرة القومية العربية تستحق النظر، فإن الحافظ أسد وخلفائه قد يكادون أن يكونوا قد ألغوا فكرة القومية ووحدوا بين سوريا وبين الأسد والأسدية، فلم يعد أحد يتحدث من المسؤولين إلا عن سوريا الأسد، ولم يعد أحد من المربين يؤلف كتابا إلا ويضع فيه مفاهيمه عن سوريا الأسد، حتى أن كتب النحو التي كانت تدرس في جامعة دمشق كانت تستمد ماذا نقول براهينها على الصدق اللغوي والصحة اللغوية من خطب حافظ أسد التي يلقيها بنصف عامية أو بعامية كان النحو المشهور، النحو المشهور حافظ أسد. فهكذا حتى هذه الفكرة ضاعت عندما استولى حافظ أسد ومن بعده الوليد على سدة الحكم، و ضاعت حتى فكرة القومية العربية، وتحولنا إلى إيديولوجيا أسدية مقنعة بقناعات قومية لا أكثر. وقد هذا ازداد وضوحا عندما بدأت الثورة السورية وردوا على الثورة شعار الوحيد والصليب الأسد أو نحرق البلد، فهنا تحطمت كل أشكال الهوية الجامعة التي يمكن أن تجمع بين السوريين لتشكل بيتا لهم يستطيعون العودة إليه والاحتكام إليه على نحو من الأنحاء كلما كانت الضرورة ملحة، لأن ينتج مجتمع سوري يستطيع أن يعني يتوافق على بعض المبادئ، ف قضي على كل المبادئ التي يمكن أن تجمع بين السوريين عندما رجع شعار الأسد أو نحرق البلد. الآن في نقطتين، يعني النقطة الأولى حول مفهوم الهوية. أنا في رأيي أن الهوية لا توجد هوية يعني ناجزة وثابتة ونهائية، على عكس مفكري القومية العربية. الهوية هي كيان مؤقت. ما الذي أقصده بكيان مؤقت؟ أقصد أن الهوية لا تتعين مرة واحدة وإلى الأبد. الهوية لا تخلق كاملة. الهوية لا توجد كما نجد كباية في المطبخ، واحد يمد إيده على جيبته يجد يخرج مثلا الهاتف، بمد يده على جيب ثاني يخرج جواز السفر. الهوية ليست شيئا نقبض عليه بأيدينا، وليست شيئا يوضع على الطاولة، وليست شيئا موجودا مكتملا داخلنا. الهوية هي ذلك الكيان الذي ينتجه الجميع في كل لحظة ويتطور في كل لحظة، بحيث أن الهوية موجودة في المستقبل أكثر مما هي موجودة في الماضي، وبالتالي كل الحديث عن هوية جاهزة وناجزة هو في الحقيقة حديث وهمي، وتزداد وهمية هذا الحديث عندما ينظر إلى القومية أو الدين على أنهما عنصران وحيدان يفسران
وجود الهوية أو غيابها. في رأيي أن الهوية هي ذلك تلك الفاعلية التي يقوم بها الجميع متفاعلين متضامنين دون أن يفكروا فيما يفعلون، لأن التطور الاجتماعي مفتوح وتطور الحياة مفتوح، وبالتالي ليس من سبيل إلى أن نقتنص الهوية ونقول هذه هويتنا ونكون وننام مطمئنين. إذن الهوية هي مرادفة للفاعلية وللفعل دوما، ومن ثم نحن اليوم نجد أنفسنا في فراغ، البعض يستخدم كلمة هووي، يعني في فراغ هوياتي. أنا أتكلم عنا كسوريين اليوم، نحن عنا فراغ هوياتي. فبعد أن تم تمزيق المجتمع السوري وتدميره وتفتيت العناصر الأساسية وتهجير قطاعات كبيرة منه، سواء في النزوح الداخلي أو النزوح الخارجي، وبعد أن توضعت مجتمعات سورية لسنوات طويلة، يعني لخمس سنوات في لبنان، ومجتمعات سورية في تركيا وأخرى في الأردن، وهذه مجتمعات كبيرة، يعني اليوم في لبنان في مليون سوري، مليون ونص، وفي تركيا في أكثر من 3 ملايين، وهيك أبو سلام، وبالأردن يمكن في مليونين، يعني إذا مليونين من 3-5 و1.5-6.5، وفي نزوح داخلي يعني لا يقل عن 3 مليون 4، وعندك مليون قتل وهي 11، وعندك في المهاجر الغربية يعني في أوروبا وهذا موزعين على مختلف البلاد، من أمريكا اللاتينية إلى أمريكا إلى في مليون آخر، في على الأقل 10 ملايين، يعني نصف السكان هجروا وبدأوا ينشئون مجتمعات جديدة. فاليوم صعب أن نتحدث عن هوية جامعة لكل السوريين، هذا صعب كثير، لأنه اليوم في سوري تركي، يعني اللي يعيش 5 سنوات في تركيا لا يمكن إلا أن يتأثر بشيء تركي، ما ممكن، يعني هذه طبيعة الإنسان، ما دام يعيش ويتفاعل مع مجتمع ما فلا بد أن يؤثر ويتأثر. وفي سوري لبناني وفي سوري أردني وفي سوري تحت النظام، تحت يعني قمع النظام، وفي سوري موالي للنظام. فهذه 5 مصادر متغايرة مختلفة لإنتاج الهوية. فاليوم مثلا لنفترض أن الآن عاد الهدوء واستتب الأمن في سوريا وعادت جموع العائدين النازحين إلى سوريا، ستجدون خليط من المفاهيم والتصورات بين القبول والرفض. يعني ربما تتصرف جماعة على نحو تراه مقبولا، جماعات أخرى وافدة من مناطق أخرى أو من مفاهيم الموالاة أو من مفاهيم المعارضة لا تقبل هذا التصور. ولذلك اليوم الهوية السورية اللي كانت يعني موجودة بصورة أو بأخرى، واللي كانت هي مصدرها القومية العربية، واللي تم تحطيمها في أول يوم من أيام الثورة السورية والقضاء عليها، هي صحيح كانت مموتة حتى قبل ذلك، ولكن أعلنت وفاتها رسميا مع مطلع الثورة السورية من خلال الشعار الأسد أو نحرق البلد، فهو حرق الإنسان قبل أن يحرق الحجر والشجر، مزق المجتمع وقضى على كياناته الأساسية. من هنا اليوم هناك أزمة هوية حقيقة في سوريا. فبماذا يعرف السوري نفسه؟ ماذا يقول؟ أنا اليوم فلسطيني. أنا عادة أعرف نفسي بأنني سوري فلسطيني، لأنه اليوم في تشابه بين التجربة السورية والتجربة الفلسطينية، وكنا نتمنى ألا يولد هذا التشابه بين التجربة السورية والتجربة الفلسطينية. مثلا في مجتمع فلسطيني في
في 48 في مجتمع فلسطيني في الضفة الغربية، في مجتمع فلسطيني في غزة، في مجتمع فلسطيني في سوريا، في مجتمع فلسطيني في الأردن، في 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 المهاجر. طب من هو الفلسطيني؟ فهناك فوضى هوياتية في التصور الفلسطيني لنفسه وتعريفه لنفسه. للأسف اليوم السوري يمر بتجربة مماثلة أيضا، هناك فوضى وغياب لتصور واضح عن السوري لنفسه. اليوم تصوروا أن الأطفال في تركيا بيعرفوا تركي أكثر ما يعرفوا عربي، والأطفال في لبنان خرجوا من التعليم، تسربوا قسم كبير منهم من التعليم، وبالتالي تخلقوا ربما بأخلاق السوق اللبنانيين، يعني الأوغاد اللبنانيين اللي بيطلعوا السوريين مثلا. في الأردن حدث ولا حرج يعني عن الانتهاكات وعن إلى آخره. فاليوم في مشكلة هوياتية في سوريا، والمعارضة في كل وثائقها لم تستطع أن تنتج فكرة أكاد أقول واحدة يمكن أن ننظر إليها على أنها فكرة جامعة، أو يمكن أن تكون فكرة جامعة لكل السوريين. هذه مشكلة أخرى. لو قرأتم الوثائق التي أصدرها المجلس الوطني والوثائق التي أصدرها الائتلاف وحتى الوثائق التي أصدرتها الأحزاب الأخرى، يعني لن نستطيع أن نكتشف فكرة نستطيع أن يعني نتقبلها ونبدأ منها النقاش باعتبارها نقطة ابتداء نفكر من خلالها للهوية في الهوية السورية. طبعا مهم أن نقول أن الهوية ليست قرار، يعني الهوية ليست قرار، الهوية هي نتيجة تفاعل بين مجموعة من البشر، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نصنع الهوية كما نريد إلا في النظم الاستبدادية. النظم الاستبدادية لا تصنع هوية وإنما تفرض هوية بالقوة. لا أحد يصنع الهوية، الهوية تصنعها حرية البشر، تفاعل البشر الحر فيما بينهم هو الذي ينتج الهوية المتطورة والمتغيرة أيضا، وبالتالي لا توجد هوية ثابتة. فالمعارضة أيضا هي لم تستطع أن تقدم يعني نقطة ابتداء للتفكير. أنا بكل تواضع يعني يعني لدي مقترحات حول، ليس حول الهوية وإنما حول الآليات والعمليات التي يمكن أن تسهم وتلعب دورا في إنتاج هوية حرة مفتوحة للسوريين. وهذه المقترحات أو الآليات هي نفسها مفتوحة للنقاش، وليست هي يعني مقترحات فوق النقد، وليست هي مقترحات مقدسة، وإنما هي أفكار أولية يمكن أن يتداول فيها المجتمع السوري، وهي مطروحة للمجتمع السوري للحوار والنقاش بكل تأكيد. مقترحاتي أنا تنطلق من فكرة أساسية. فكرة الجامعة الإسلامية فكرة أفلست، واليوم يحاول أردوغان أن يستغلها ويلقيها في وجوهنا ويريد أن يفرض علينا إسلاما من نوع ما. وأنا أعتقد أن أكثرية السوريين أعقل من أن يقبلوا بإسلام أردوغان، والإيرانيون يحاولون أيضا أن يفرضوا إسلاما من نوع ما، والإسلام الشيعي في مقابل الإسلام السوري. وأعتقد أن أكثرية السوريين، بل أكاد أقول الكثرة الكاثرة من السوريين، إلا أولئك المرتبطين بالعدو الإيراني ارتباط مصلحي أو مالي أو اقتصادي أو سياسي، أيضا يرفضون فكرة ولاية الفقيه وهذه الأساطير والألاعيب التي يعني تقنع أحقادا قديمة وتريد أن تبعثها في كل لحظة، وكأن التاريخ الماضي ما يزال حيا ومن حق كل واحد منا أن ينتقم من الآخر. فولاية الفقيه هي فكرة
تشجع الانتقام، وهي فكرة انتقامية ضد كل المسلمين، لأنه إذا كان الشيعة يريدون معاقبة السنة الذين لم يقتلوا الحسين، قتل حسين واحد ما في غيره، لنفترض يزيد، فما ما علاقة السنة بذلك؟ وأنا لا أدافع، أنا غير متدين، يعني لا بسنة ولا بالشيعة ولا بغيرهما. وبعدين هم الشيعة هم اللي بعثوا له للحسين تفضل تعال، ونصحه الصحابة بأنه لا تذهب، أهل العراق سينفضون عنه، لم يصدق، لأن الحسين ما كان خبير سياسي، يعني رجل أخلاقي، أخلاقه نبيلة ورفيعة وعالية، وذهب وكان ما كان. فهذا ليس صدام بين طائفتين، هذا صدام بين حزبين سياسيين. فولاية الفقيه تنتقل بخلاف بين حزبين لتجعله خلاف بين طائفتين في الدين الإسلامي، وهذا يعني أعتقد أنه منطقيا وأخلاقيا مرفوض. فاليوم أنا بتصوري أنه أنا ما أريد أن أخذ الوقت تقريبا خلاص، يعني أعطوني بس كم دقيقة حتى بس أستكمل الفكرة، معلش اعتبار أول مرة أنا مجبور تزيد على اللي حكاه ثلاث مرات. شكرا على الكرم، بس يعني هو الرجل اكرمني كثير، ماذا ترك لي الوقت. طيب انا رايي انه اليوم فكره الجامعه الاسلاميه بصورتيها لم تعد فكره ذات قيمه، وفكره القوميه العربيه ايضا باختبارها في الازمه السوريه اكتشفنا انها ايضا هي